مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون سوريا ومشاهدي لم الشمل. ساعتين من الوقت بلم الشمل رح نكون فيها معكم انا ويارا. مساء الخير يارا. مساء الخير لك اسا وايضا لمشاهدينا، بتمنى تكونوا بافضل حال. هلا صار وقت نستعرض ابرز مواضيع حلقتنا لليوم. ذوو الاعاقه اراده الحياه تقهر المستحيل. وامهات سوريات يفتتحن مشروعا مهنيا في لبنان. الدلعونة تراث سوري يقبل اندثار. قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأن عجز تمويل الاستجابة الإنسانية داخل سوريا وخارجها وصل إلى 57% من قيمة المساعدات التي يحتاج إليها اللاجئون. لماذا كل هذا العجز؟ نناقشه بعد هذا التقرير. لم يكن بطش النظام وحده هو المقصلة التي سلطت على الشعب السوري فحسب، بل بلغ الفساد أشده للعب بحياة النازحين واللاجئين في كل البقاع، وهذا ما يبينه أحدث تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي سلط الضوء على العجز في تمويل متطلبات الاستجابة الإنسانية داخل سوريا وخارجها، وقد بلغ أكثر من 57%، وهي نسبة أثارت كثيرا من التساؤلات. شعب قسم إلى مناف مختلفة تطلبت توفير الاحتياجات الأساسية لأكثر من 11 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، وهي حصيلة 9 سنوات من البطش والحصار والتشريد والتهجير القسري، وقد رصدت لهم 8 مليارات و83 مليون دولار وفق التقرير الصادر يتوزعون على أماكن وجود السوريين، ولم يصل من ذلك سوى 3 مليارات و79 مليون دولار فقط حتى نهاية الشهر الماضي. المساعدات المقدمة لم تفلح بتغطية نصف احتياجاتهم كحد أقصى في الداخل السوري، وأقل من النصف في باقي البلدان المستضيفة مثل الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق وغيرها. وقد انتشرت نسب العجز في كل القطاعات الأساسية لخطة الاستجابة الإنسانية لسوريا ما بين قطاع الأمن الغذائي والصحة والتعليم والحماية، لتبلغ أرقاماً كارثية في نسب العجز المقدر في قطاعات مياه الصرف الصحي والنظافة والمأوى والمواد غير الغذائية. يبدو أن التشريد والتهجير والقصف المتتابع الذي أكل الأخضر واليابس طيلة السنوات الماضية لم يكن إلا فصلاً أولاً في حكاية الملايين الذين نفتهم الظروف إلى بقاع المعمورة لتبدأ فصول أخرى من معاناة تخيم على حياتهم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا مدير منظمة بنفسج فؤاد السيد عيسى. مساء الخير لإلك سيد فؤاد. مساء الخير. مساء النور، تحية طيبة لكم المشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني تقريبا 57% العجز وصل لهي السنة، شو الفرق بين هي العام والعام السابق من حيث وصول المساعدات إلى هي المناطق؟ نعم، بالحقيقة طبعا هذه النسبة هي نسبة متكررة في تقريبا كل سنة. نحن بيكون في تحقيق أقل من نص تقريبا لخطة الـ HRB أو خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا. بيكون في بالبدايه التزامات من بعض المانحين خلال المؤتمرات السنويه اللي بتصير للاستجابات الانسانيه او لتمويل الاستجابات الانسانيه، بعدين هدول المانحين لاسباب او لاخرى بيتخلوا عن هاي المسؤوليات، هذا كان بيكون من الاسباب الاولى. الاسباب الثانيه ايضا انه احنا بالاساس في فجوه في التمويل بالنسبه للاحتياجات، فهذا الموضوع بيختلف بنسبه الاحتياجات عن النسبة اللي ممكن أن يتم فيها تمويل هذه العمليات الإنسانية. يعني تقصد نسبة الاحتياجات زادت عن العوامل السابقة؟ بالطبع نسبة الاحتياجات زادت بشكل كبير عن السنوات السابقة، وهذه الخطة بالأساس هي لا تشمل، يعني هي بتكون خطة سنوية فهي لا تشمل النزوح الجديد اللي بيتم خلال يعني اللي تم خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا من النزوح الجديد نحن عم نحكي عن أكثر من 700,000 نازح تقريبا خلال الأشهر الأخيرة في شمال إدلب. هذول أغلبهم ما هم مشمولين بهذه الخطة، وبالأصل أصلا في قلة الالتزام من المانحين
بتمويل خطة التمويل الإنساني لسوريا. وبالتالي ازدياد الأعداد يمكن هو يكون سبب رئيسي بهذا الموضوع. طيب بالنسبة لموضوع المنظمات الموجودة ومنها منظمتكم، هل في يعني خطوات مستقبلية أو خطة للمستقبل ممكن تأخذوها في حال فعلا استمر هذا العجز من قبل الأمم المتحدة؟ نعم، يعني بالطبع نحن كمنظمات سورية عم نحاول بشكل جاهد أنه نعتمد على تمويلات أخرى غير تمويلات الأمم المتحدة أو حتى التمويلات الدولية اللي داخل ضمن HRB. هذا بيعتمد على تبرعات، مثلا تبرعات فردية للأشخاص أو حتى الناس العاديين اللي بتبرعوا لهذه المنظمات بشكل مباشر. أيضا بيعتمد على تبرع بعض الشركات ورجال الأعمال اللي بيساهموا بجزء أو بآخر، بيعتمد على تبرعات بعض المنظمات العربية والإسلامية في بعض الدول اللي أيضا بتكون ضمن هذه الخطة عادة. لذلك يعني في إمكانيات ثانية ممكن يعني تمشي، ولكن هذه الإمكانيات كلها لا تعتبر الأرقام بسيطة أمام الأرقام الأساسية اللي هي من الالتزامات. ونحن مثل ما نعرف أن هذه الالتزامات بالأصل عم بتكون سيد فؤاد يعني للأسف يعني هو موضوع أصلا العطاء أو التقديم هو رح يكون كشكل إسعافي بفترات النزوح الأولى، ولكن المفروض فيما بعد يكون في خطوات مستدامة، ويعني خلينا نقول يعني تعليم معين أو خلينا نقول عطاء معين بطريقة أخرى، اللي هو مثل ما ذكرت سابقا بالحلقات السابقة أنه بيكون في مشاريع تنموية أي شيء لحتى يكون في استدامة لهذا العطاء يعني. وأكيد نتمنى أنه يتوقف موجات النزوح وتقدر كل حدا يستقر بمنطقته. نعم، نحن مع الأسف هاي الخطة اللي عم نحكي عنها هي بس خطة استجابة الإنسانية للاحتياجات الأولية بهذا المعنى، اللي هي ما عم نقدر نحن كمنظمات سورية وكمجتمع دولي أيضا ما عم يقدر حد يعني يحقق الحد الأدنى منها، أو حتى ما عم يقدر يحقق نص الالتزامات المفروضة عليه. وبالتالي نحن ما عم نحكي عن أي عمليات تنموية أو عن مشاريع إلى ما بعد التدامي. يعني تماما، فلذلك نحن عم نحكي عن فجوه ضخمه جدا. بيغطي هاي الفجوه او يجب علينا كسوريين تغطيه هاي الفجوه بايجاد حلول بديله، ايجاد دوره اقتصاديه اوسع مثلا للناس، يعني تخفيف الاعتماد على الاغاثه الانسانيه فقط بايجاد هذا النوع من المشاريع، دعم الثروه الحيوانيه والثروه النباتيه، الزراعه، ودعم المشاريع الصغيره اللي بتجعل الناس انه هي تنتج بنفسها وتشغل بعضها ببعضها بهذا المعنى. على أمل في الأيام القادمة أن يكون هنالك تحسن في الدعم، وأيضا يعني مثل ما ذكرت نعول على المبادرات الفردية دائما. مدير منظمة بنفسج فؤاد السيد عيسى، شكرا جزيلا لك. إلى موضوعنا الآخر، تواصل الليرة السورية تراجعها أمام الدولار وسط حالة من الانفلات في الأسواق، أسواق الصرافة حصرا، بالتزامن مع الغلاء الفاحش على مختلف السلع في مناطق النظام. وانعكس هذا التراجع في الليرة السورية على أسعار السلع الأساسية لتصل إلى 35% مقارنة بالشهر الماضي، بالإضافة إلى شلل التعاملات بالبورصة وعرقلة عمليات الاستيراد وعرقلة القطاع الصناعي، ما فاقم المعيشة على الأهالي. نفذت مديرية الصحة في الحكومة السورية المؤقتة حملة لقاح ضد شلل الأطفال في الشمال السوري ل 815,000 طفل. وذكرت المديرية أن هذه الحملة تتم بالتعاون مع منظمة يونيسف ومنظمة الصحة العالمية من خلال مديريات الصحة وفريق لقاح سوريا عبر 800 فريق تطوعي، لكن الحملة تواجه الكثير من الصعوبات والمخاطر الناتجة عن القصف، وخاصة على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. أكيد موضوع القطاع الطبي يمكن هو من أهم المواضيع اللي ممكن نتناولها وتناولناها بفقرات سابقة. يعني بنتمنى مع كل الترهل اللي عم بعيشه الوقت بهذا الوقت القطاع الطبي أنه يستمر حملات التلقيح والحملات اللي هي يعني خلينا نقول الحد الأدنى وضعف الإيمان تكون موجودة بهذا الوقت. أهم شيء طبعا الوقاية، صحيح يعني هذا شيء مفروغ منه. إن شاء الله يا رب الأيام الجاية تكون حاملة واقع أفضل. تعيش مشاهدين مدينة إدلب منذ قرابة شهرين أزمة محروقات حادة. نعم، وفي ظل هذه الأوضاع يضطر الأهالي إلى استعمال المازوت الأوروبي وهو غالي الثمن بالأساس.
الأمر الذي بات يفاقم من أزمتهم المعيشية. وفي ظل هذه الأزمة أعلنت مؤسسة وتد المسؤولة عن استيراد المحروقات نيتها استيراد المازوت من كردستان العراق خلال الأسبوع الحالي للحد من أزمة المحروقات. تقوم دائرة الهجرة الألمانية بإعادة النظر بآلاف طلبات اللجوء المرفوضة في وقت سابق. نعم، ونقلت صحيفة فيلت أم سونتاغ بيانا من الحكومة الألمانية ذكر فيه أن هناك ما يقارب 5000 طلب لجوء للاجئين تم ترحيلهم وعادوا إلى البلاد مرة أخرى بتقييم وضعهم ودراسة ملفاتهم من جديد، الأمر الذي دفع وزير الداخلية الألماني اعتبار اتفاقية دبلن فاشلة داعيا دول الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام الهجرة واللجوء. أتمنى أكيد يعني أوضاع اللاجئين تكون دائما بأفضل حال، لأنه دائما في تخوف وترقب لأي قرار جديد أو أي قصة جديدة بتطلع بحق اللاجئين. خلينا اليوم نتفائل يا رب. إن شاء الله اليوم تكون خير. إلى موضوعنا الآخر، أصدرت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية قرارا يتعلق بتجديد الإقامات السياحية على أن يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل 2020. ونشرت المديرية بيانا يطلب من الأجانب توفير أسباب للبقاء في تركيا لغرض الإقامة الجديدة السياحية. وأوضح مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا أوضح لوكالة أنباء تركيا أن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب. ولمتابعة موضوع قرار الإقامة السياحية ويعني ما مدى تأثيرها على السوريين، معنا الأستاذ المحامي بسام الفوال. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. الله يسلمك. برأيك أستاذ بسام، لماذا صدر هذا القرار وبهذه الآلية؟ تمام. هلا بالنسبة لهذا الموضوع، أنا حابب أرجع شوي لنص القانون. بالأساس قانون الحماية المؤقتة وقانون الإقامات السياحية موجود فيه قرار. موجود هيك قانون، لكن للأسف كان هذا القانون معطل. ببداية عام 2013 تم تنفيذه لمدة شهرين وتم إيقافه نتيجة أنه في كثير ناس تم إبطال إقامات لعدم توافر هاي الأمور القانونية أو الشروط الإدارية المطلوبة. حاليا بدوا رجعوا يطبقوا هذا القرار، لكن يستثنى من تطبيق هذا القرار دول اللي فيها حرب مثل سوريا، ما حضرتك حكيت سوريا وليبيا والسودان. هو دائما بيطلع الخبر، يعني بعدين بتصير بقى تفاصيل الخبر او ما وراء الخبر اللي ببلش الناس تحكي فيه، ولكن كان مخيف كثير للسوريين هذا الموضوع. يعني المفروض يمكن من اول لحظه تم فيها الاخذ بهذا الخبر تنبيه انه السوريين ليسوا مشمولين بهذا القرار. صحيح صحيح. هلا انا على صفحتي الشخصيه حكيت انه هذا الشيء ما حيطبق باتجاه السوريين بسبب انه الدول اللي ما في عندهم، او الدول اللي فيها حرب ما عندهم امكانيه شخص يغادر برات تركيا ويرجع. حيطبق على هذا القرار بالنسبة للأشخاص اللي ما بدهم فيزا دخول تركيا. نعم، أصحاب الإقامات السياحية من السوريين اليوم متخوفين. في حضرتك ذكرت أنه في بعض الأشخاص ما حققوا الشروط اللازمة يعني ياخذوا الإقامة من جديد. في ناس حققوا هذه الشروط ورفضت إقامتهم. ما الحل لتفادي مخالفة القوانين التركية؟ وما الحل في حال تم بعض المواضيع الفردية مثل هذا الموضوع، أنه في ناس حققوا الشروط وما قدروا يحصلوا على الإقامة مرة أخرى؟ تماماً. هلا أي شخص حقق هاي الشروط وتم رفض إقامته ممكن يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية، أو ممكن يقدم طلب استرحام للوالي في حال ما كان حابب يتكلف يوكل محامي ويرفع دعوة. نعم. طيب ماذا لو طبق القرار على السوريين؟ هلا في حال تم تطبيق القرار، تمام، في حال لا سمح الله تم تطبيق القرار على السوريين وهذا شيء مستحيل، فالسوري بالاساس ما بيحق له يتملك بتركيا. فما الحل الوحيد؟ يثبت انه عنده نشاط تجاري، او يثبت انه هو شخص طالب بالجامعه، او يثبت عن طريق اطفاله انه هدول الاطفال موجودين بالمدارس وبالجامعات. وبالتالي ما الاوراق المفروض الواجب تواجدها معه؟ الواجب تواجده اما قبول جامعي في حال كان طالب، او اوراق انه هو شريك بشركه في حال كان هو تاجر عم يشتغل، او اوراق اذن عمل في حال كان عم يشتغل كموظف عند احد الشركات،
وللاسف يعني وللاسف هي الشروط عم بيكون فيها كثير صعوبه ليقدر الشخص يقدر يطلع اذن العمل. اصلا يعني اغلب السوريين ما بيقدروا يدرسوا اذا ما كانوا عم يشتغلوا، وبالتالي يعني المعادله وحده عم تكون. صحيح صحيح. نعم نشكرك اكيد المحامي بسام الفوال، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. الله يسلمك. إلى موضوعنا الآخر وهو مشروع خاص بالنساء السوريات اللاجئات، وتقوم فكرة هذا المشروع على تأمين فرص عمل لحوالي 50 سيدة سورية في المخيمات ومخيمات لبنان حصرا من خلال صنع الكروشيه داخل منازلها. نتابع معا. بخطوات بسيطة ودؤوبة تمكنت سيدات سوريات لاجئات في لبنان من إنشاء مشروعهن الخاص عبر الكروشيه الذي يحتاج إلى بعض الخيوط والقليل من مادة الديكرون ليحولنها لاحقاً إلى ألعاب احترافية. ورغم أنهن خضعن للتدريب لمدة قصيرة على الكروشيه فإنهن تمكن من الإبداع فيه ليتم تسويق ألعابهن في بلدان أوروبية عدة. بلشنا هون بمشروع، بالبداية بلشنا بدورات تدريبات مهنية للأعمال اليدوية. يعني بالبداية كانت نحن يلي عنده خبرة اشتغل، ويلي ما عنده خبرة تعلم شيء جديد هون. سمعت بالمشروع اللي عاملته مابس والدورات اللي عم تعملها، دورات كتير حلوة، حبيت أني أشارك فيها والحمد لله رب العالمين شاركت. وبالنسبة يعني للشغل أنه أنا عندي خبرة قوية فيه واشتغلت فيه والحمد لله رب العالمين. هذا المشروع البسيط تبنته مبادرة مابس وقدمت التدريبات فيه للسيدات وحملت على عاتقها تسويق منتجاتهن، حيث يتم صرف رعيه على ثلاثة أقسام، قسم منه للمواد الأولية وآخر كمردود مادي للسيدات، وقسم يعود لتعليم اللاجئين السوريين في مدارس الأمل في مخيمات لبنان. مشروعنا مشروع الكروشيه هو بيتضمن حاليا 45 سيدة، 45 سيدة هن حاليا حاصلين على فرصة عمل ليشتغلوا طلبيات عم تتسوق للخارج بالنرويج بأمريكا وبلندن، ممكن بعدين رح تروح لعدة دول أخرى. بناخد خيطان وبناخد ديكروم وبنشتغل ألعاب وبنحشيها بالديكروم، وهي فيها تمويل للمدارس وفيها أنه خرجية للبيت. مبادرة بسيطة بيد سوريات اللاجئات حاولن ترك بصمة عبر هذه الألعاب، فزرعوا البسمة على وجوه الطلاب في المخيمات وساندوا عائلاتهن مادياً لكسر الصورة النمطية عن اللاجئين. مشاهدينا متابعين معكم بعد الفاصل.